الأهم في الفيلم هي وصيته اللي هتخرج للنور لأول مرة أمام عدسات الكاميرا في فيلم دي هيكل في مفاجأة الأستاذة كبيرة، القناة الوثائقية. دي مفاجأة كبيرة، وأنا بشكر حضرتك إنك بتخصنا بالكلام ده. عايز أعرف كمان أبرز الضيوف اللي موجودين في فيلم الأستاذ هيكل. ضيوف عديدين، يعني مش عايز تخوني الذاكرة، ضيوف كتير قوي بين مصريين وأجانب، يعني ضيوف كثيرين، لكن دعيني أشكر شكر خاص السيدة القديرة هدية تيمور قرينة الأستاذ محمد حسنين هيكل على تعاونها غير المحدود في خروج هذا الفيلم إلى النور. الفيلم هيكون مترجم لكم لغة؟ لأنه مهم جدا كمان للأجيال اللي ما شافتش الأستاذ إنهم يعرفوا ويعوا هذه القيمة الصحفية وهذه المدرسة الصحفية الأهم في القرن العشرين. دائما في جميع أفلامنا من أيام ما كنا وحدة الأفلام الوثائقية داخل الشركة المتحدة لحد ما بقينا قناة ولحد ما بقينا قطاع، جميع أفلامنا هي في الأصل يجب أن تروى باللغة العربية الفصحى.